السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم معايا في مطبخي. معلش بقى اليومين دول تعباكوا شوية، مرة في الورشة، مرة في البلكونة، مرة في المطبخ. الحمد لله عايزة اعمل حاجة كويسة تفيد الناس. النهاردة بإذن الله هندخل المطبخ مع بعض، هنشوف بديل العجان. انا النهاردة بنعمل فطار بيتزا، وانا بعمل البيتزا كده فكرت ان انا من زمان انا ما عنديش اللي هو الخلاط او اللي هي المكنة اللي بتعجن العجين او العجان نفسه. ما بغلبش، ما بقولش ان انا مش هقدر اعمل شغلي، مش لازم كل حاجة بالمكن وبالالات. انا بعجن بايدي وبحب بصراحة المس العجين في ايديا، لكن لما بتبقى فيه كمية كبيرة بحاول ان انا اعمل لها طريقة كده. كنت شفتها زمان، كان في ناس قالوا لي عليها، ان اخد العجين اضربه بطريقة معينة بحيث ان انا استغنى عن العجان ده اساسا، وتطلع العجينة بتاعتي هشة وجميلة واخدة راحتها. دي بالنسبة للعجائن اللي انا بحتاج ان انا امطها، يعني العجينه اللي انا بحتاج انها تتفرد لازم يبقى لها عرق علشان تتفرد معايا بمنتهى السهوله. من ضمن العجائن دي طبعا العجينه بتاعت البيتزا. فهنا انا عندي كيلو دقيق، هنشتغل مع بعض خطوه خطوه ونشوف. عندي كيلو دقيق، هحط معاه ذره ملح بالطريقه دي، هنحط معاه الخميره كيس ونص خميرة، انا بحب الخميرة ازيد، يبقى كيس ونص خميرة. خلاص بقلب بمنتهى السهولة. الاول كنت بحب اعجن بايديا، بس طبعا العروق هنا بتتعب لما يكون بالذات في كمية في العجين، ففكرت ان انا هعجن بطريقة سهلة جدا. قلت كمان اضيفها عندي في المطبخ في على اليوتيوب، ممكن حد يعرفها ويستفاد بيها. انا هنا حطيت دقيق والخميرة وملح بس مش اكتر. هاخد المية، هاخد دلوقتي المية بتاعتي وهبدأ، مية فترة عادية جدا، هبدأ اقلب يا دوب بس اخلي الدقيق يتشبع بالميه مش اكتر. انا مش هعجن كتير، يا دوب بس اشبع الاتنين ببعض. طبعا انا بحط الميه حبه حبه عشان ما بوظش الدنيا واحط كتير، تطرى العجينه تطرى مني قوي. وبعدين عجينه البيتزا انا ما بحبش خلاص، يعني كنت الاول احط لها بيض واحط لها زبادي الحاجات دي كلها، فكرت قلت ليه الحاجات دي كلها بتتحط فوقيها، يعني في الماده الغذائيه الكامله بتتحط فوقيها، فانا هخليها اشبه بالخبز او بالعيش، تكون بس عجين بس طبعا معمول بطريقه حلوه وهشه. سوري طبعا بهدلت الدنيا. خلاص كده لازم نحط طبعا الميه مقدار مقدار صغير عشان العجينه بتاعتنا ما تبص وتاخد مقدار كتير. وبعدين ما عنديش انا بصراحه، ما بحبش ان انا اقول ايه الكيلو الدقيق مثلا ياخد 3 كوبايات او 4 كوبايات ميه، لا، في كل دقيق بيشرب الميه حسب نوعه تختلف يعني. طيب هي كده بدأت تتجانس. طبعا انا كده ايديا اساسا وجعتني، لان انا المفروض ان انا مشتغلش كتير بايديا، ففكرت بقى قلت ايه نكمل، انا عايزاها كده زي ما هي بالظبط، ونكمل في بديل العجان اللي انا هقول لكم عليه. بديل العجان هنا بالنسبة لي كيس كبير كده بالحجم ده. هاخد نفس العجينة دي، الاول
عايزه احط له نقطه زيت من جوه عشان العجينه ما تلزقش، مع اني عملته قبل كده من غير زيت وما لزقتش، بس برضو احتياطي. هاخد العجينه بتاعتي هحطها في كيس، الشكل ده. دي بقى علشان انا اعملها بايديا هتاخد مني مجهود قد كده، فطبعا دي اسهل طريقة. بدأت اخد العجينة وهاخدها كده، هفرغ كل زي ما انتم شايفين، هعملها كده وافرغ كل الهواء اللي فيها اللي في الكيس. انا عايزه بس اطلع الجنينة كده عشان ما يطلعش فيه هوا. بعد ما فرقت الهوا من الكيس خالص بالشكل ده هبدا اربطه. اربطه ربطه كده وابدا اخد بقى العجينه دي واخد النشابه بتاعتي او المردانه دي واعمل اعجن بيها بالشكل ده في الكيس. افرد كده وافرد كده الكيس عشان فيه بس نقطه زيت فبيتزحلق. افضل اخد العجينه الهرس كده رايح جاي بيغني عن العجان، والمجهود برضو قليل يعني. ممكن اخدها برضو اعمل كده ثاني. لو هي من غير الكيس كانت لزقت في ايديا وخدت مجهود اكتر، لكن كده هي مفروده وكل قطعه فيها ايه بيجي عندها النشابه او المردانه بتحركها معايا. عشان كلها تندمج ببعضها خلاص. هسيبها في الكيس هنا لغاية لما تخمر كده. العجينة ظبطت معايا، ايه المشكلة يعني؟ ما عندناش عجان يعني ما نعملش بيتزا؟ دي كمان تنفع قوي في الفطاير، الفطاير اللي هي الفلاح المشلتتة دي. طبعا الثانية كانت هتاخد مجهود مضاعف عشان اقدر اعملها. هسيبها تخمر ونرجع بعد ما تخمر نكمل بقية العجينة بتاعت البيتزا، نشوفها ازاي بتمط ونعمل الحشوة ونشوف باذن الله افطارنا النهاردة هيكون ايه. ودلوقتي مع بعض خدنا العجينة بعد ما سبناها تخمر، نطلعها من الكيس زي ما شايفين كده جوه. هنحط في الصينية زيت، الصواني اللي هنحط فيها البيتزا، وهاخد منها قطعة عجين زي ما شايفين كده سايبة خالص مش ماسكة في الكيس اهي، تطلع بمنتهى السهولة.
طلع بمنتهى السهولة. متهيألي لو قعدت اضغط فيها 100 سنة ما كانتش مش هتطلع بالجمال ده، في منتهى الجمال. بتمط زي ما انتوا شايفينها، هاخد قطعة منها هقسمها كده، وهاخد قطعة على قد الصينية بتاعتي، هحط زيت وابدأ افرد فيها. الشكل ده الزيت طبعا تحت بيزحلقها، هسيبها شوية. وهاخد الصينية التانية ممكن اعملها هنا، امطها شوية وبعدين ارفعها. الشكل ده انا بحبها، السمك ده او الولاد عندي بيحبوها السمك ده، ما تبقاش تخينة قوي. فردت معايا اهي، دي جاهزة كده للحشو. اوكي هحط البواقي وسبايتي والصواني، لان كل واحدة انا عاملاها المقدار بتاعها، ونبدأ نحشي مع بعض. اوكي هناخد الصينية اللي احنا عملناها، وناخد الحشوات. هنحشي النهاردة ايه؟ عندنا لازم الاول اشيل البواقي دي او البقايا دي بتاعت العجين بالشكل ده. هنا الزيتون، الجبن والطماطم، وهنا في فلفل حار للي عايز. هنا دي جميع انواع الفلفل الالوان، وجبنه الرومي المبشوره، وفي جبنه موتزاريلا الماركه دي هحطها بس بعد ما ادخلها الفرن. هاجي دلوقتي للحشو. اول حاجه بجيب صلصه البيتزا، ممكن اعملها في البيت وممكن اشتريها جاهزه لو مفيش وقت. هاخد كده الصلصة نفسها وهمشي على البيتزا. احاول ما اجيش عند الحروف قوي علشان ما تتحرقش مني. تاني حاجة هحط، نسيت اجيب الفراخ. انا عاملة الفراخ بطريقة مشوحاها بالطريقة دي، الفراخ مقطعاها صغير مع البصل ومشوحاها، وحطلها التوابل بتاعتها والقرفة والجنزبيل
وبودر توم باودر وبصل باودر، ما بحطش منها كتير، يا دوب كده بالظبط، لان بقيه الحشوه فرصه لبقيه الحشوه. باخد الفلفل، طبعا البيتزا طريقتها بسيطه جدا مش محتاجه يعني شرح، يعني نحط كل اللي نفسنا فيه. شويه طماطم، الشكل ده، شويه زيتون، وابدا اضغط بحيث ان الخلطه كلها تدخل جوه العجينه او تثبت في العجينه ما تطلعش بالشكل ده. وهاخد رشه الجبنه الرومي بس، وهحطها في الفرن بالشكل ده، ولما تبدا تستوي خلاص وهطلعها، احط الجبنه الموتزاريلا يا دوب بس تسيح وهطلعها على طول. اوكي، هنشوف بقى في النهايه الشكل هيكون ايه. العجينه في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين، من غير عجان، اتعجنت بتمط اهي في منتهى الجمال. هسوي هعمل الصينيه دي كمان بنفس الخلطه كده المشكله دي، وهحط لها الجبن بتاعتها، ونشوف في النهايه شكل البيتزا بتاعتنا هتكون عامله ازاي من غير دعك ومن غير عجان. ودي البيتزا بعد ما استوت، هي لسه طالعه حالا من الفرن. نبدا نشيلها كده، شوفها السوا بتاعتها وشكل العجينه نفسها، شكلها تحفه ومنفوشه مورقه. طبعا الجبنه تحفه. اللهم اني صايمه. نشوف الثانيه، نفس الحكايه اهي، حلوه جدا، والجبنه بتمط معانا. بالهنا والشفا، ومرسي جدا. ودي طريقتي في البيتزا وطريقه العجين اللي هو من غير عجان، ازاي ان انا اقدر اعجن كميه عجين بدون عجان. اتمنى انها تكون عجبتكم وتجربوها، وميرسي قوي، واهلا وسهلا بكم معايا في مطبخي. ميرسي قوي، باي باي.